اليوم أنا من أسوي مشروع وأضر 500,000 مواطن عراقي، هذا يعتبر مشروع فاشل. إحنا صدر القناة الأمين الثانية ومناطقها الإعلام والنواب ما أريد أعدد لك، خلوا رصيف يمتد من الفلكة بداية لا من الفلكة مال بنزين خانة مال الجبهة وينتهي بنفق الأمين بنفق المشتل، بحيث إحنا أغلقوا علينا الدخول، كنا من نريد نطلع للسريع ثواني معدودة نستدير نصعد السريع، هذا انغلق علينا. أيضا خلونا الطريق يطلع قبل باتجاه نفق المشتل، أو تصعد على المشتل يلا ترجع على السريع، يعني يحتاج لوقت تقريبا مسافة تقريبا 10 كيلومتر يلا أوصل للسريع، بينما كان بيني وبين السريع 300 متر يلا أوصل. هاي واحدة زين. أضف إلى المنافذ، هسه انت من سويت المجسر غير تريد تفيد اهل المنطقه، شنو تحده بالارصفه؟ احنا عندنا 4 منافذ ولا منفذ نقدر ندخل من عنده، ما عدا منفذ واحد سووه خطا، خلوه باخر منفذ انه، والفتحه من المجسر او هذا الرصيف للمنفذ مالنا مسافه تقريبا 100 متر، واول يوم الافتتاح صار بحادث يم. استاذ وائل 225 مستشار ما شافوا هذا الجسر تفتر بيه وترجع لي ورا؟ لا بالتاكيد يعني هناك صيغه مبالغه في الطرح، صيغه مبالغه في الطرح. لا لا عندي تصوير فيديوهات ماكو مبالغه يعني يعني ما شايف. استاذ وائل اهل مكه اعلام بشعابها، انا مسكنت المنطقه من سنه 79 وانا رجل حاسب من اطالع باسم صفه خبير اقتصادي، فما اتكلم كلام غير موزون هذا انا اهانه. خلي اسمع خلي اسمع حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق لا عقل له. زين أنا اليوم مو مدح إلى حكومة السوداني أو ثناء، لكن أنا أخي أنا حكيت على المجسر ما حكيت على حكومة السوداني. سماحة إحنا قلنا ما يصير، أنا داعش بالجانب الاقتصادي مو سياسي وما يصير لا يفكر. ما أخويا ما أقدر لا لا يفكر. قال أنا قال أنا ما دافع، أنا ما جبت طاري اسم السوداني. قال أنا ما دافع السوداني، خلي يكمل الرجال. عذرا لم أقصد السوداني، أنا أقول من يشكك بمن صمم هذا المشروع، هل هذا التصميم لمهندس؟ لو اجيت جبت لي بقال وقلت له تعال هندس لي هذا الطريق، يعني أبسط عدم فكرة. الاستعانه عدم الاستعانه عدم الاستعانه بهيئه التصاميم ومديريه ملك بغداد الجديده، وعدم الاستعانه بالمرور مديريه المرور، وعدم الاستعانه بقطاع مرور بغداد الجديده، وعدم الاستعانه بهيئه التصاميم لامانه بغداد، شو تفسرها؟ أني تفسرها؟ أني ما أرد أفسر. أنت منطقة جغرافية ما تعرفها وتصمم مشروع وتخطأ به، شو تسميه؟ هذا خطأ وخطأ.